بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ برحب بكم، معكم أحمد الحسيني مدرب برنامج إدارة الجودة الشاملة تحت رعاية أكاديمية وموقع وقف أونلاين. بداية الدورة بتاعتنا بتتكلم عن مفهوم إدارة الجودة بشكل عام أو التوتال كواليتي مانجمنت. بيعد مفهوم إدارة الجودة الشاملة التوتال كواليتي مانجمنت أو اختصارا التي كيو ام من المفاهيم الإدارية الحديثة اللي بتهدف إلى تحسين وتطوير الأداء بصفة عامة، وذلك من خلال الاستجابة لمتطلبات العملاء. إن شاء الله نتناول في الدورة المفاهيم المتعلقة بالجودة الشاملة ومعاييرها المختلفة. الدورة إن شاء الله بتحتوي على مجموعة عناصر زي ما احنا شايفين. أول حاجة نتعرف على علم الجودة بشكل عام، ونتعرف على أهمية الجودة وتحسين الإنتاجية، ونتعرف على برنامج إدارة الجودة الشاملة التوتال كواليتي مانجمنت، ونتعرف على أساليب تطبيق الجودة وإزاي نضع ونطبق برنامج لإدارة الجودة الشاملة في قسم الإنتاج بشكل خاص. تعالوا نشوف مع بعض العناصر دي بشيء من التفصيل إن شاء الله. بداية تعالوا نشوف مع بعض ما هي التعريفات المختلفة للجودة. الجودة للكواليتي هي ملائمة المنتج أو الخدمة المقدمة لغرض العميل وتحقيق احتياجاته وتوقعاته المحددة أو الضمنية، أي أن تكون السلعة أو الخدمة محققة لهدف العميل من شرائها وبتفي بمتطلبات واحتياجات العميل وتحصل على رضاه سواء في الحاضر أو في المستقبل. تعريف الجودة بينطوي على مجموعة عناصر أساسية. أول حاجة المطابقة مع المتطلبات، تاني حاجة تحقيق الرضا التام للعميل، تالت حاجة دقة الاستخدام حسب ما يراه المستفيد. الجودة بتتعلق بمنظور العميل وتوقعاته، وذلك من خلال مقارنة الأداء الفعلي للمنتج اللي ممكن يكون سلعة أو خدمة مع التوقعات والاحتياجات اللي مرجوة منه إن شاء الله. إذن نقدر نقول إن الجودة هي درجة وفاء المنتج لاحتياجات العميل من مختلف النواحي. إذا كان المنتج بيحقق توقعات العميل فإنه قد أمكن تحقيق مضمون الجودة. يبقى إذن الجودة هي درجة وفاء المنتج لاحتياجات العميل من مختلف النواحي. معيار الجودة هو مقياس لدرجة مطابقة المنتج مع الأهداف المخططة والمرجوة منه. الجودة بتقسم إلى ثلاثة أقسام. أول حاجة جودة التصاميم، وهي درجة تحقيق مواصفات وتصاميم المنتج لمتطلبات العميل. بعد كده عندنا جودة المنتج نفسه، وهي درجة تطابق المنتج أو الخدمة المقدمة لمواصفات التصميم. وجودة المنشأة، وهي درجة الوعي بالجودة ونشر ثقافة السعي لإرضاء العملاء المترسخة لدى الموظفين وتحسين العمليات وعمل الأقسام من أجل ذلك. تعالوا نشوف مع بعض تعريف إدارة الجودة الشاملة. ستيفن كوهين وروردال بيراند سنة 1993 قالوا ان الإدارة او مفهوم إدارة الجودة الشاملة بينطوي على ثلاث أجزاء. اول حاجة الإدارة، والإدارة تعني التطوير والمحافظة على إمكانيات المنظمة من أجل تحسين الجودة بشكل مستمر. الجودة وتعني الوفاء بمتطلبات العميل، كلمة الشاملة فإنها تشمل عمليات التحسين المستمر بداية من تصميم المنتج حسب رغبات العميل إلى أن يحقق المنتج مستوى الرضا المرغوب لدى العميل. يمكن أن احنا نحط تعريف شامل لإدارة الجودة الشاملة ونقول أنها عملية إدارية شاملة تهدف إلى التحسين والتطوير المستمر في مختلف عمليات المنظمة بشكل شامل، وذلك باتباع أساليب صحيحة تهدف إلى رفع مستوى الأداء وتوفير التكاليف وضمان رضا المستهلك، وبالتالي تحقيق الربحية والإنتاجية. التعريف بتتعدد حوالي مفهوم إدارة الجودة الشاملة، لكن بنلاقيها بتشترك في مجموعة من النقاط زي التحسين والتطوير المستمر في جميع نواحي العمل، المشاركة الجماعية لتعدد الخبرات والمراجعة والتأكد من وفاء متطلبات العميل. ممكن نحن نحط تعريف شامل لإدارة الجودة الشاملة ونقول إنها عملية إدارية زي ما قلنا تهدف إلى التحسين والتطوير المستمر في مختلف عمليات المنظمة بشكل شامل، وذلك باتباع أساليب صحيحة تهدف إلى رفع مستوى الأداء وتوفير التكاليف وضمان رضا المستهلك وتحقيق الربحية والإنتاجية. تعالوا نشوف مع بعض الملامح الرئيسية لإدارة الجودة الشاملة. أول حاجة أنها بتشمل جميع الإدارات والأنشطة داخل المنشأة، تهدف إلى التحسين المستمر لجميع عمليات
المنشأة تهدف إلى التفاهم واقتناع ومشاركة العاملين وتنمي الرقابة الذاتية والتحفيز الداخلي لدى الموظفين. إدارة الجودة الشاملة بتقوم على مجموعة من المبادئ أهم القيادة، والقيادة هي القدرة على التأثير في الآخرين ودفعهم لتحقيق الأهداف بشكل تطوعي واختياري. وإذا كان المدير من النمط المدير القائد أو القائد الإداري، بيقدر أنه يدفع الموظفين ويقنعهم بالجودة والتحسين المستمر في كل ركن من أركان المنظمة. تاني مبدأ من مبادئ إدارة الجودة هو التخطيط، والتخطيط يركز على تحديد أهداف معينة لها وقت محدد ولها آليات ووسائل معينة يتم تحقيقها وفقا للتخطيط الذي تم. إدارة الجودة الشاملة تحتاج إلى تخطيط سليم من البداية حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة، وهي رضا العميل وزيادة ربحية المنشأة. كذلك من ضمن مبادئ الجودة الأساسية هي التركيز على العميل، لأن رضا العميل يدل على كفاءة العمليات داخل المنظمة. التركيز على الموارد البشرية، الموظفين اللي موجودين داخل المنظمة واللي يقوموا بتنفيذ برامج الجودة الشاملة، تحسين العلاقة مع الشركاء والموردين وضمان التحسين المستمر. طبعا إدارة الجودة الشاملة إذا تم تحقيقها داخل المنظمة بتحقق فوائد عديدة، منها تقليل تكاليف الإنتاج والحد من الأخطاء، كسب رضا وولاء العملاء، تحسين سمعة المنشأة ودعم المركز التنافسي للمنظمة، وكذلك زيادة الأرباح. تعالوا نشوف مع بعض ما هي أهداف إدارة الجودة الشاملة. أول حاجة خفض التكاليف وخفض الوقت وخفض المجهودات وخفض الهدر في المواد الخام وفي الإنتاج التام. كذلك تحقيق رضا العملاء وتصفير نسبة الأخطاء أو تحقيق زيرو إيرورز، مفهوم الزيرو إيرورز أو المفهوم الصفري للجودة. خلق بيئة عمل تضمن المتابعة والتطوير والتحسين المستمر في أداء مختلف الأعمال، وكذلك ضمان ثقة وولاء العملاء بالمنظمة وتحقيق الربحية ومن ثم تحقيق الإنتاجية بشكل عام. لكن يجب على المنظمة أنها توفر مجموعة من المتطلبات حتى تفي بموضوع تطبيق إدارة الجودة الشاملة، زي مثلا تغيير الأسلوب الإداري التقليدي ونشر ثقافة إدارة الجودة داخل المنظمة، تسويق برامج إدارة الجودة الشاملة داخل المنظمة من خلال التدريب والاجتماعات والمكافآت والتحفيز إلى آخره، الاستعانة بالاستشاريين وتشكيل وقيادة فرق العمل من أجل تحقيق إدارة الجودة الشاملة، وضع استراتيجية للتحفيز والإشراف والمتابعة. تعالوا نشوف مع بعض النقطة التالية. النقطة التالية بتركز على كيف تطبق إدارة الجودة الشاملة داخل المنظمة. في البداية يجب أن يكون هناك مجلس يسمى مجلس إدارة الجودة الشاملة، ودون عند البدء في تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وده بيشمل مجلس الإدارة أو لجنة عليا للجودة ترأسه سلطة عليا تنفيذية للمنشأة، يتكون من مدير الإدارة الوسطى ومدير الجودة. بيجتمع مجلس الجودة بشكل دوري لمتابعة ومراجعة تنفيذ مشروع تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتزويده بالموارد اللازمة، وكذلك إزالة العقبات التي تعترض تنفيذ المشروع. مجلس إدارة الجودة بيكون له مجموعة من المهام، زي وضع واعتماد الخطة الرئيسية للجودة، نشر ثقافة الجودة وأهداف المشروع بين العاملين، تعيين مدراء للعمليات، توفير التدريب اللازم لفرق جودة العمليات، ومتابعة تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة وتذليل العقبات التي قد تواجه تصميم أو تنفيذ مشروع الجودة. هناك مجموعة من العناصر والعوامل التي تميز مجلس الجودة وتنجحه في إنجاز مهامه، وهي واحد التخطيط السليم، ويشمل وضع رؤية وهدف ورسالة للمنشأة لتوجيه العاملين نحو فهم مشترك وموحد لتحقيق أهداف المنشأة، وكذلك تطوير ومتابعة وتحديث سياسات المنشأة واستراتيجياتها من أجل نشر ثقافة الجودة بشكل عام بين العاملين، وتنظيم مختلف الإدارات والأقسام من أجل تحقيق مبدأ الجودة. تاني حاجة سلامة الأداء، من خلال وضع معايير معينة ومؤشرات محددة للأداء وتعريف العاملين بالمستوى المطلوب والمرغوب والحد الأدنى لكفاءة الإنتاج وكفاءة العمليات ككل. تالت حاجة العمليات، يجب أن تتم العمليات الإنتاجية أو العمليات التسويقية أو العمليات المالية بسلاسة وبشكل سليم وبشكل منظم، يضمن التنسيق والعلاقات الجيدة بين مختلف الأقسام داخل المنشأة. نمر 4 العاملين، تطوير سياسات التدريب والتحفيز المستمر وتطوير نظام التفويض للسلطات والعمل الجماعي وتشجيع العاملين على الإبداع والابتكار. نمر 5 العملاء، والاهتمام بنوعية العملاء وعمل الدراسات والبحوث للتعرف على رغباتهم أول بأول. الجودة
وذلك من خلال المشاركة الشخصية في أنشطة تحسين الجودة بالمنشأة، وكذلك نشر ثقافة الجودة ودعمها ومراجعة وتحسين فعلاء القيادي الشخصي بصفة مستمرة. نمرة 7، تحقيق البيئة الفكرية والثقافية لإدارة الجودة الشاملة من خلال التزام القيم والرؤى الصادقة من أجل تقديم الجودة. 8 وآخر عنصر من عناصر التميز لنجاح مشروع إدارة الجودة الشاملة داخل المنظمة هو بناء منظومة صحيحة للتواصل في مختلف الاتجاهات وتوفير المعلومات. تعالوا نشوف مع بعض العنصر التالي.